بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله إخواني المشاهدين الكرام في برنامجكم قصص ومواعظ، نعرض فيه بإذن الله سبحانه وتعالى قصصا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير بعض أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. لا شك أن ذكر الله عز وجل هو قوت القلوب، وهو الذي ينعش هذه الحياة، فبذكره تطيب هذه الحياة. ذكر الخالق الرازق المدبر جل وعز الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. والمقصود بأهل الدثور الذين هم أهل الأموال. فقال عليه الصلاة والسلام: وما ذلك؟ قال: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ونصومون كما نصوم، ولهم فضائل في أموالهم يتصدقون، وليس عندنا شيء نتصدق به. فكان هؤلاء يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أعمالا وقربات إلى الله سبحانه وتعالى، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على كل خير فيغتنموا هذه الفرصة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل عن هؤلاء، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. إذن هي السابقة إلى المغفرة إلى الله عز وجل، والجنة كعرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين، للذين يريدون ثواب الله عز وجل، ويريدون الدار الآخرة، ويريدون ثواب الله وما عده الله سبحانه وتعالى. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: قال: إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة. ثم ذكر أشياء كثيرة كلها فيها صدقة. قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وما تضعه في امرأتك صدقة، ما تؤكله زوجتك. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. فاستغرب الصحابة، قال: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: قال: رأيت إن وضعها في الحرام هل كان عليه من الوزر؟ قالوا: بلى. قال: إذن كذلك. إذن هؤلاء الصحابة جاءوا يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس عندهم أموال، ونحن نصوم ونصلي لكن لا نستطيع أن نتصدق، وهؤلاء الأموال يصومون ويصلون ويتصدقون بفضائل أموالهم، ونحن لا يوجد عندنا، فنريد أن تدلنا يا رسول الله على أمور نفعلها حتى نساوي هؤلاء أهل الأموال. فقال: فإن في كل تسبيحة وتحميدة وتهليلة وتكبيرة صدقة، صدقات عظيمة كأنه يتصدق. فلما سمع أهل الدثور وهم أهل الأموال، ما فعل أصحابهم حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءوا فقالوا: يا رسول الله، إن أهل الأموال فعلوا كفعلنا، كانوا أيضا يسبحون ويسبحون الله ويتصدقون ويهللون ويكبرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ففضل الله واسع على كل مسلم أراد ذكر الله سبحانه وتعالى. فاصل إخواني الكرام ونواصل، فكونوا معنا. حياكم الله إخواني الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل. لا شك أن ذكر الله عز وجل يدل على شوق المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى. فأنت إذا أحببت ربك سبحانه وتعالى أكثرت من ذكره، فكأنما إذا ذكرت وعرفت شخصا أو حبيبا أو صديقا فإنك تكثر ذكره على لسانك، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ وأعظم ذكر ألا وهو كلام الرب سبحانه وتعالى الذي أنزله الله جل وعز، وهو القرآن العظيم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع أصحابه رضوان الله عليهم، فقال: سيروا هذا الجمدان، يشير إلى جبل عليه الصلاة والسلام،
فقال سبق المفردون. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن لا شك أن هؤلاء الذاكرين والذاكرات لهم منزلة عظيمة عند الله عز وجل، وقد امتدحهم الرب تبارك وتعالى، فقد جاء في سورة الأحزاب حينما ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين إذ قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم ذكر الصابرين والخاشعين والصادقين والقانتين، ثم قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ماذا عد الله عز وجل لهم؟ قال عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن مغفرة من الله عز وجل، هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل لا يحتاج إلى أموال ولا يحتاج إلى جهد بدني، وإنما لسانا ذاكرا. لا شك أن اللسان أبسط شيء في الإنسان، وهو يتكلم ويعمل الشيء الكثير، فكيف إذا كان بذكر الله سبحانه وتعالى من تحميد لله جل وعز وتكبير له سبحانه وتمجيد له سبحانه وقراءة لكتابه جل وعز، فإن هذه الأمور ترفع المؤمن درجات عظيمة، إذ يكون حياته كلها ذكر لله عز وجل. تجلس في سيارتك الأوقات الكثيرة سبح الله عز وجل، اذكر الله عز وجل، لماذا تسكت؟ أعد قراءة الفاتحة التي هي القرآن العظيم والمثاني الذي ذكرها الله عز وجل، أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. اقرأ قل هو الله أحد الذي هي ثلث القرآن، كررها، وكأنك إذا قرأتها 3 مرات كأنك ختمت كتاب الله عز وجل، وفضل الله واسع. لا يسكت المؤمن دائما، بل دائما يكون لسانه يلهج بذكر مولاه وخالقه سبحانه وتعالى، ليحصل بها الدرجات العظيمة. ولذلك الذاكرون لهم درجات عظيمة يفوقون الناس. لماذا؟ لأن لسانهم دائما يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى من تعظيم وتحميد وتبجيل له سبحانه وتعالى. هكذا يجب عليه المؤمن دائما أن يذكر الله عز وجل. كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد قال أكثر من 70 مرة يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد. نحن كم نجلس من المجالس الذي لا نذكر الله عز وجل؟ ولذلك صفة هؤلاء المنافقين كما قال الله عز وجل أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافق لا يذكر الله إلا قليلا، أما المؤمن فهو الذي يذكر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإذا ذكرت الله عز وجل فإن الله عز وجل يذكرك في ملأ خير من هذا الملأ الذي أنت فيه عند الملائكة الكرام. فإن الله عز وجل يذكرك ويباهي بك الملائكة لأنك تذكر الله سبحانه وتعالى، ولأنك تحمده سبحانه وتعالى وتشكره على نعمه العظيمة سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل عبادة سهلة يسرة على من يسره الله عز وجل، وما ذلك إلا بالتدرج والتدرب. جعل الله وإياكم من الذاكرين الله عز وجل كثيرا. وبعد إخواني، قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، والله عز وجل ولذكر الله أكبر. فذكر الله عز وجل لا شك أنه قوت للقلوب وصلاح للعبد. فإذا حب العبد ربه جل وعز جعل لسانه يلهج بذكر الله عز وجل، وجعل ذلك يتقلب ليلا ونهارا ذاكرا لله عز وجل. امتدح الله تبارك وتعالى المستغفرين بالأسحار الذين يذكرون الله عز وجل في هذه المواطن العظيمة
ألا هي موطن تنزل الرب جل وعز، فيستغفرونه ويذكرونه ويدعونه، لأنه موطن من مواطن الإجابة. فيقول الرب عز وجل: هل من مستغفر؟ هل من داع؟ هل من مستغفرين؟ أي يريد يغفر له عز وجل. هل من داع؟ أريد إجابته جل وعز. ثم يبسط الرب عز وجل رحمته ويجيب الدعوات ويقيل العثرات سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا أنهم ذكروا الله عز وجل. فصفة المؤمنين أنهم يذكرون الله جل وعز في جميع أحوالهم، في طرقهم، في سفرهم، في أعمالهم، لا يفوتون أي شيء من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، وهي عمل يسير، وإنما هو لسان يتحرك لا يحتاج إلى بذل الأموال أو الجهاد الكثير في الأنفس. جعلني الله وإياكم من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.